بيكم معايا على سي بي سي سفرة في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ. النهاردة عندنا ثلاث وصفات لزاز سرع كالعادة ومختلفين. عندي سلطة الفاصوليا الحلوة، أكتر يعني صنف بيتطلب مني على الفيسبوك، فإحنا قررنا النهاردة أن إحنا نعملها. عملناها المرة اللي فاتت بالفلفل الألوان، طلبوا مني اللي بالفاصوليا البيضة، هنعملها مع بعض النهاردة. هنعمل مع بعض صنف حلو ولذيذ وسريع وبينفع قوي في البيت، كيس كسكسي مرمي في الدولاب في 10 دقايق يبقى عندنا صنف حلو لينا أو لضيوفنا. وهنحط طبعا شوية مكسرات كده ونظبطه. عندي كفتة، بس كفتة بقى مختلفة تماما لأنها معمولة بالديك الرومي، وهنحط جواها مكونات مختلفة. تعالى أقول لكم المقادير إيه. ده لحم ديك رومي مفروم، دي بطاطس مبشورة، ثوم مفروم، نعناع ناشف، هنحط شوية من الدقيق عشان نمسك الكفتة مع بعضها، وهنحط معاهم البطاطس. عشان نعمل الصوص اللي هنسوي فيه الكفتة بعد ما نشوحها هنحتاج زبادي، وهنحتاج نشا، وهنحط معاهم نعناع فريش. تعالوا نبدأ عشان نكسب وقت. عندنا طبعا التوابل ملح وفلفل وقرفة، هنجيبهم عشان انتوا عارفين ان انا ايه، عادي جدا امور عندي ممكن بنسى يعني بطريقة رهيبة. تعالوا بقى نبدأ، واحنا بنبدأ هنشغل هنا ونحط الطاسة اللي هنشتغل عليها عشان تبقى سخنة وقت ما نيجي نعمل الكفتة. طيب أول حاجة لحم الديك الرومي، شوية من البطاطس المبشورة. احنا عملنا مع بعض قبل كده الكفتة اللي بالسبانخ، يعني احنا بنحاول نعمل اصناف نأكلها للولاد جواها فوايد وفي نفس الوقت مش ملحوظة قوي بالنسبة لهم عشان ما يتضايقوش. نعناع ناشف هيدي طعم مختلف خالص، وملح وفلفل وقرفة. القرفة مش هكترها، حبة صغيرين قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب كل المكونات دي مع بعضها. هحط شوية من الدقيق صغيرين، وبعدين نبتدي نخلط ونشكل الكفتة ونشوف اذا كنا هنحتاج نزود او لا. نخلط هنا كويس قوي كده، نتأكد بقى ان كل المكونات دخلت في بعضها. يعني ده صنف برضو لطيف ان احنا ناكل بيه الديك الرومي بطريقة سهلة وسلسة، لان طبعا يعني عمايل الديك الرومي مش من اسهل الحاجات بالنسبة للناس، فدي طريقة تخلينا ناكله بطريقة سهلة وبسيطة، ودخلنا للولاد فايدة في الكفتة. انا كده بالنسبة لي الكفتة اختلطت كويس جدا. تعالوا نشكلها الحجم بقى اللي انتوا عايزينه. طبعا هنعمل حجم يعني وسط. كويس، احنا هنعمل ايه؟ هنشكل دول، وبعد كده هنديهم شوية من الدقيق، بسيط قوي كده يعني تعفيرة زي ما بيقولوا. وبعدين هنشوحه على النار. هسويه 3/4 سوا، سوا كامل، لان انا لما هنزله بعد كده في الزبادي عايزاه ياخد الطعم بس، مش عايزاه يستوي، لان الزبادي من الحاجات اللي لو قعدت على النار فترة طويلة قوي ممكن يقطع. فعشان نتفادى الموضوع ده احنا هنحطه فترة قليلة، فعشان كده خلينا ايه نسوي الاول الكفتة كويس. ليه هنحط النشا على الزبادي؟ عشان برضو ما يقطعش، ده بيخليه نضمن
ان هو ما يقطعش مننا على النار لو حصل ان الحرارة ارتفعت مننا غصب عننا، وده ممكن يحصل طبعا ان احنا ما نكونش واخدين بالنا او يعني ننسى شوية. فللاحتياط هنحط شوية النشا. بعد ما خلصنا كل كمية الكفتة وشكلناها زي ما قلت لكم، هنديها بس تعفيرة من الدقيق البسيطة جدا، ونبتدي نحطها ايه هنا. عايزة كمية بسيطة قوي من الزيت، احنا سخنا الطاسة زي ما احنا متعودين عشان اول ما الكفتة تنزل على حرارة عالية. هنعمل ايه دلوقتي؟ ننزل الكفتة، هنديها تشويحة على نار عالية، مش هنوطي النار، من الناحيتين. لو حسينا ان هي من جوه لسه ما استوتش، ساعتها ممكن بعد ما تاخد اللون اللي انا عايزاه نوطي عليها ونسيبها تكمل سوا شوية لحد ما اتأكد ان هي استوت كويس جدا. بعد كده هبتدي اجهز الصوص بتاع الزبادي ونحطه على النار وننزل الكفتة فيه بعد ما نكون شوحناها كويس قوي من الناحيتين. انا حطيت شوية زيت قليلين، لو حسيت ان انا محتاجة ازود هبقى ازود. نخلي بالنا بقى دايما لما نشتغل في الكفتة ان احنا ما نقلبش كتير قوي ونفضل نحرك فيها عشان ما تفكش من بعضها، يعني بالراحة وتقليبة او تقلبتين، مش طول ما احنا واقفين نقلب فيها. مقادير الصوص عبارة عن زبادي، وهو بارد هنزل عليه النشا، مش كتير بس كمية اتأكد ان هي هتمسك لي الزبادي كويس. لو حسينا انه تقيل قوي ممكن نحط له شويه من الميه او اللبن. هحط معاه ملح وفلفل، هحط معاه شويه من النعناع الفريش وشويه من النعناع الناشف. بس نبص بقى على كويس قوي. محتاجة بس ازود شوية من الزيت. ونقلب كل قطع الكفتة. ونرجع نجهز الزبادي. مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي، حلوة جدا فعلا. مشويش خالص زي ما قلت لكم عشان الكفتة ما تتفكفكش مننا، ونسيبها تاخد سواها. هنا حطينا الزبادي، حطينا النشا، حطينا ملح وفلفل، هنحط ثوم مفروم قليل مش كتير، هنحط نعناع ناشف، هنحط نعناع فريش. هنسيب شوية نعناع طبعا للتقديم في الآخر. نحط هنا ونقلب تقليبة. ونحطه بقى على النار، على نار هادية، مش عايزة النار تكون عالية قوي،
عشان الزبادي ما بتستحملش درجة الحرارة العالية. وزي ما قلت لكم لو حسينا ان هو تقيل قوي لما نحط الكفتة هنزود شوية لبن عشان نخفه شوية. بص تاني على الكفتة، فاضل لها دقيقة عشان زي ما قلت لكم مش عايزاها تكون مش مستوية لما احطها على الزبادي. طبعا الديك الرومي برضو زي الفراخ مش من الحاجات اللي بتاخد سوى قوي، يعني مش زي اللحمة، بس نتأكد ان هي اخدت السوى المظبوط بتاعها. في الوقت ده تعالوا اقول لكم مقادير الكسكسي اللي بالسكر ايه. عندي كمية من الكسكسي، عندي سمنة بلدي، طبعا نقدر نستخدم الزبدة ونقدر نستخدم الزيت، بس انا افضل ان انتوا تجربوها بيدي طعم مختلف خالص. هسوي المرة دي في لبن مش في مية زي كل مرة ولا في شوربة طبعا، لان هو صنف حلو فهستخدم اللبن ده للتسوية. هستخدم السمنة البلدي. عندي كمية هنا من المكسرات اللي تناسبكم، يعني انا عندي هنا لوز، صنوبر، فستق، عين جمل، لوز وكاشو وجوز هند. سكر بودرة طبعا، هنحط كمية محترمة في الآخر عشان الطعم، وهرشله رشة قرفة بسيطة جدا، واللي مش بيحب القرفة ما يحطهاش. تعالوا بقى نطمن على الكفتة. لسه فاضل لها دقيقة، مش عايز استعجل عليها عشان عايزاها تكون مستوية كويس. اوكي، الزبادي عايزة بس يسخن مش عايزة يغلي. هنطلع فاصل لحد ما الكفتة بتاعتنا تجهز ونرجع عشان نكمل مع بعض. كده الكفتة بتاعتنا جهزت. هنجيب الزبادي، انا رفعته من على النار عشان مش عايزاه يغلي زي ما قلتلكم. هننزل الكفتة بتاعتنا هنا، قلب تقليبة وهنسيب الدنيا هنا ايه بس تسخن زي ما قلتلكم، مش عايزاها تغلي وخلاص هتبقى جاهزة للتقديم. نسيبها هنا على مهلها اهي خلاص. خلي عيني عليها عشان هنا عندي ايه، عندي لبن بيغلي عشان اسوي فيه الكسكسي. هحط له شويه من السكر، قليلين قوي، انا هحط سكر على الوش فمش هكتر سكر دلوقتي، بس برضو عشان اللبن يكون ليه طعم حلو. كده كفايه هنا، دي خلاص اخدت الغلوه مش هقدر اديها اكتر من كده، دي جهزت خلاص. نرجع دي هنا عشان هنا اعلى. عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نغرف دي. هنحطها هنا بالصوص بتاعها طبعا. تقدروا تقدموا معاها عيش، تقدروا تقدموا معاها رز زي ما انتوا عايزين كده بس، ومعاها سلطة براحتكم. وعلى ذكر السلطة هنطلع دلوقتي مع بعض المقادير بتاعة سلطة الفاصوليا. اوكي، نرجع دي ورا مش محتاجينها خلاص. تقدروا تستبدلوا طبعا الديك الرومي ب فراخ
مفرومة أو لحمة مفرومة لو أنتوا عايزين، بس إحنا طبعا يعني بنحاول نجدد ونعمل حاجة مختلفة. هنا إيه الأخبار؟ عايزة أحط بقى هنا شوية من الكسكسي على قد استخدامنا، ننزل عليه شوية من اللبن. كده عشان تدوا طعم بقى مختلف. انا هزود القرفة، انتوا تقدروا تزودوا فانيليا، تقدروا تزودوا مستكة. يعني دي بتبقى افكار ممكن كل مرة زي ما احنا متعودين نعملها بطعم، بحيث ان احنا نغير كده. ايه كده محتاج شوية لبن صغيرين قوي، وهنغطيه ونعمل السلطة. نكتفي بهذا القدر، لو احتاجنا تاني ممكن نبقى نزود عشان ما نزودش من الاول. نعمل كده، نحطينا شوية سكر في اللبن ده، نحط نقطة قرفة هنا او فانيليا او مستكة زي ما قلتلكوا، عشان محدش يتضايق ويقول ايه قرفة انا بحبها. اقلب كده، بصوا خلاص بدأ يشرب اللبن، وطالما شرب اللبن يبقى هو استوى. بس احنا برضو ايه ريحة القرفة بقى فظيعة، هنديله برضو ايه غطا ونسيبه هنا كده ايه يتشرب كويس قوي عشان يجهز. تعالوا نطلع مع بعض المقادير بتاعت السلطة. فاصوليا خضراء مسلوقة، بصل أحمر، فاصوليا بيضة مسلوقة، عسل أبيض، هحط ملح، هحط فلفل، وهحط كمون. اوكي طلع بس ايه بولة نشتغل فيها. الفاصوليا الخضراء المسلوقة ومعاها الفاصوليا البيضة. اهم حاجة في الفاصوليا الخضراء ان انتوا بعد ما تطلعوها من المية بالملح اللي احنا سلقناها فيها، نكون مجهزين بولة فيها مية بتلج ونقوم منزلينها على طول عشان تحافظ على اللون الاخضر ما تغيروش، لان دي سلطة فلازم اللون يكون حلو. والفاصوليا البيضة هننقع وبعدين هنسوي في مية من غير ملح، وبعدين نبقى نحط الملح. ايه تاني؟ البصل هنشرح خفيف، هنحط بقى رشة من البقدونس او الكزبرة لو حابين، لو مش حابين وحابينها بس كده مفيش مشكلة. ودي طبعا السلطة المعروفة جدا اللي احنا بناكلها برا في المحلات، بسيطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، مفيهاش اي حاجة خالص. هحط مثلا نقطة من الخل او الليمون. السلطة دي من السلطات اللي كل ما تقعد شوية كل ما طعمها يبقى احلى والطعم يخش في بعضه، ويعني تديني نتيجة احسن، بعكس السلطات التانية اللي ايه بنقول لازم تتاكل في ساعتها. لا، دي كل ما هتقعد كل ما هتاخد من طعم بعض اكتر. تعالوا بقى نعمل الدريسنج. هحط شوية عصير ليمون، ملح، فلفل، شوية من الكمون، والعسل الأبيض. هي سلطة مسكرة فهنستخدم ايه عسل أبيض، تقدروا تستخدموا السكر طبعا، بس السكر بياخد وقت شوية عقبال ما بيدوب فالعسل بيبقى أسرع. نقلب كويس قوي. عايزة احط نقطة زيت،
زيتون او ذره زي ما انتوا عايزين. قلب تاني وننزلها هنا ونقلب تاني كل المقادير دي مع بعض. اديها بقى تقليبه كده ونسيبها لحد ما كل المكونات تخش في بعضها وتاخد الطعم اللي احنا بناخده من بره. انا هديها رشه بسيطه جدا من الكزبره في طبق التقديم، لو عايزين تستغنوا عنها او تغيروها بقدونس ممكن. كده السلطه جاهزه، تعالوا نبص على الكسكسي بقى نشوف ايه الاخبار عشان هو برده هيبقى جاهز. هنديله بقى بس طعم مختلف كده وغنى في الطعم، هقول لكم هنعمل ايه قبل ما نقدمه على طول. جهز. هعمل ايه؟ هحط هنا على النار شوية من السمنة البلدي، مش سمنة نباتي ولا صفرة ولا كده، لا سمنة بلدي، معلقة واحدة حتى مش هكتر عن كده. وهاخد على الناحية التانية طاسة صغيرة، اديها نقطة زيت نحمص المكسرات اللي عندنا، تحميصة خفيفة قوي يعني مش عايزة اللون بتاعها يتغير ولا حاجة، بس تاخد طعم التحميصة ده بيبقى أحلى دايما من المكسرات النية. ممكن من غير زيت خالص لو انتوا عايزين، بس انا بحس ان الزيت بيديها لمعة حلوة. هنا هننزل الكسكسي بتاعنا اللي استوى خلاص، هنديله تقليبة بقى في الاختراع ده، السمنة البلدي دي لفة كده يعني زي ما بيقولوا. نطلع الطبق اللي هنقدم فيه، لفة بقى كده هنا في السمنة دي، استخدم شوكة احسن، وهخلي المعلقة دي عشان هنغرف بيها كده. هيدي بقى طعم انتوا مش متخيلين هيبقى عامل ازاي. السمنة البلدي طبعا معروفة يعني، واحنا استخدمناش كمية كبيرة يعني، احنا استخدمنا معلقة على كل كمية الكسكسي دي فمش كتير قوي، بس هتفرق في الطعم. هنعمل ايه دلوقتي؟ المكسرات دي بدأت تاخد لون فهننزل عليها الصنوبر لانه اخر حاجة تتحط. نديها هنا تقليبة وبعدين نعمل ايه؟ بصوا بقى، هنحط المكسرات هنا في القالب بتاع التقديم لحد بس ما تاخد اللون. هأغرف السلطة، نغرف السلطة بتاعتنا هنا، وزي ما انتوا شايفين هي مش محتاجة اي حاجة خالص. انا بس هدلعها برشة من الكزبرة بس كده خلاص، كده السلطة بتاعتنا جاهزة. هنا هنطفي خالص، في القالب هنا هنحط شوية من المكسرات بتاعتنا، اوكي، ونجيب الكسكسي نحطه على، تقدروا طبعا تقدموه بأي طريقة يعني، انا بحاول اقولكم بس طريقة يكون شكلها مختلف شوية.
نحطه هنا. نحاول ما نكبسوش قوي، يعني انا هكبسه حاجه بسيطه عشان بس يديني الشكل، لكن مش قوي عشان مش عايزاه يعجن على بعضه، لان هو مستو ان هو يكون مفرفط كده يعني. مش عارف عملنا ايه مع بعض النهارده، تعالوا نفتكر كده مع بعض. عملنا مع بعض سلطه الفاصوليا الخضراء والبيضه المسكره او الحلوه، وعملنا الكفته بلحم الديك الرومي والبطاطس النعناع، وسويناها بالزبادي والنعناع برضو. صنف الحلو عملنا الكسكسي المسكر اللي بالمكسرات. تعالوا بقى نقلب كده، ان شاء الله يطلع شكله مظبوط. تعالوا بقى نديله كده، احنا مدين له ايه جوه؟ لبن وسمنه بلدي وشويه من السكر، بس طبعا ما يمنعش ان احنا هنديله سكر بودره. انا شخصيا بقى يعني بحط طبق السكر جنبي وافضل ايه اغرف فيه. اتمنى تجربوا كل الوصفات اللي عملناها مع بعض النهارده، وللي بيحب المكسرات هنحط مكسرات اكسترا، وهشوفكم في حلقة جديدة من أميرة في المطبخ. جربوا كل الوصفات، ابعتولي على الفيسبوك كل الاستفسارات، أسئلة، اقتراحات، وصفات عايزين تشوفوها معانا على صفحتي أميرة في المطبخ. هستناكم في حلقة جديدة من أميرة إن شاء الله في المطبخ. باي باي.